طيب قبل ما اتكلم واخش في تفاصيل استعدادات الاهلي، وزي ما انتم شايفين على الشاشه طبعا ده الحافله ومغادره الفريق من مقر النادي في الجزيره، هذهب وطير الى تونس قبل ما توصل البعثه، وارحب بالتاكيد على الهاتف مع الاعلامي التونسي عبد الباقي بن مسعود. استاذ عبد الباقي اهلا بحضرتك، مساء الخير عليك. اهلا بك استاذ محمد، اهلا بكل مراكبي قناه الاهلي، وتحيه الى كل الشعب المصري. تحية ليك وتحية لكل الأشقاء في تونس. وعايز أعرف طبعا فريق الترجي في هذه الفترة أو في هذه اللحظات حاليا في معسكر مغلق بعيدا تماما عن العاصمة، يمكن على الحدود في شمال تونس. عايز أعرف الترجي بيستعد إزاي؟ هل الصفوف مكتملة؟ إمكانية كمان حضور الجماهير ده مدى تأثيره على الفريق وعلى الإعلام التونسي، خاصة أن القرار النهاردة كان رسمي بحضور 5000 مشجع في مباراة الأهلي. صح، هو الترجي دخل في تربص مغلق في منطقة بركة، وهي منطقة يتوهر فيها الجبل والغابة والبحر. واضح جدا أنه بالنسبة للإطار الفني هي اختيار مكان لدخول مرحلة التركيز النفسي، خاصة باعتبار وأنه الأعداد كل ما هو أعداد بدني وفني استمر على امتداد أكثر من أسبوعين منذ نهاية البطولة، والترجي منكب على اعداد مباراه النهائي بكامل تشكيله باستثناء الحارس فاروق المصطفى وبن رمضان والحارس ثاني بعرض الشريان الذين كانوا في تربص مع المنتخب. واستعاد الترجي غير التونسي والان موجودين في مركز التربص الا فاروق المصطفى بقي على ذمه المنتخب. التشكيل الترجي من حسن حظ معين الشعباني انه في المباراه هذه كل اللاعبين على ذمته، ومساله من سيلعب ومن سيبقى على دكه الاحتياط تبقى من مشغولات المدرب في اخر لحظه. الترجي الرياضي التونسي مستعد بصفه عاديه جدا لهذه المباراه باعتبار تعوده بالمشاركات الافريقيه، تعوده على اللعب مع الاهلي. وحينما نقول عاديه هذا لا يعني انه الترجي ياخذ الامور بعدم جديه، لا، عاديه معناها حتى لا تضع الضغط اكثر من اللزوم على اللاعبين فيفقدوا توجههم، باعتبار انه اللاعبين هذا ما اصبحت لهم الخبره ما يجعلهم يدخلون كل المواجهات بنفس الاستعدادات سواء كان على المستوى البدني او على المستوى النفسي بصفه خاصه. وكما تعلم مباريات الاهلي والترجي هي من المباريات التي من الغباء ان نتكهن بنتائجها، سواء كانت المواجهه في تونس او في القاهره، كم من مواجهه في القاهره حصلت فيها نتائج غير متوقعه لفائده الزائر، وكم من مباراه في تونس حصل فيها نفس الشيء لفائده الاهلي، وبالتالي تبقى مباراه خاضعه لكل الاحتمالات، والترجي والترجيون يدركون هذا، وفليفوز في اخر الامر من يكون اكثر استعداد واحسن استعداد من غيره. هذا بالنسبه لحضور الجماهير، تم اعداد بروتوكول خاص لحضور 5000 متفرج، وسيخضع هؤلاء الى تحاليل قبل الدخول الى الملعب، تحاليل سريعه ضد كورونا. دي الاجراءات يا استاذ عبد الباقي. يتم تنظيمهم حسب بروتوكول صحي بوبته اللجنه العلميه بوزاره الصحه. تمام، حضرتك دلوقتي بتقول لي شرط من الشروط، احنا طبعا في بدايه الحلقه كنا بنتكلم على الشروط والاجراءات ما كانش لسه تم اعلانها. اعتقد ده شرط من الشروط حضرتك بتعلنها دلوقتي على الهواء، ده حصريا بالنسبه لنا وبالنسبه لكل المشاهدين. هيبقى احد الشروط والاجراءات هيتم عمل مسحه بي سي ار لل 5000 قبل المباراه 48 ساعه، صح كده؟ هذا صحيح، وسيشرف على عمليه الدخول ومراقبه التحاليل هذه فريق من اللجنه العلميه بوزاره الصحه مدعم بالفريق الامني المطلوب لتنظيم الدخول والخروج. طيب من ضمن الاجراءات، هل هيقعدوا في مكان واحد ولا هيتم وجودهم داخل الملعب في خلف الدرجه الثالثه في الدرجه الثانيه؟ يعني توزيعه الجمهور داخل ملعب رادس هتكون ازاي؟ التوزيع سيكون حسب الاخبار التي وردت علينا على درجتين، هناك الدرجه الرسميه يعني في المنصه ما نسميه هنا بالمنصه الشرفيه، وهي التي توجد في وسط الميدان وفيها المدرج الرسمي للضيوف الرسميين. هناك ستكون اماكن خاصه بالجمهور متعودين يعني على بيع تذاكر هناك، ثم ستكون المدارج الخاصه بمنعرج احباء الترجي الاهلي التونسي مع ضمان التباعد المطلوب وعدم
وجود عدد يفوق او يوازي عدد المقاعد، يعني سيكون الحاضرون في المدارج يعني ثلث ما يمكن ان تحتويه المدارج. اكيد. برضه من ضمن الاجراءات يتمكن الحضور من التباعد المطلوب. تمام. من ضمن الاجراءات اعتقد برضه مش هيكون في اي دخلات عشان ما يكونش في تلامس، وتطبيقا لفكره التباعد الاجتماعي. مدخلات؟ دخلات الجماهير اللي هي التيفو والدخلات اللي كان بيعملها الالتراس. لا الدخلات يعني يمكن ان تنظم بشكل يعني لا يؤثر على من الناحيه هذه، باعتبار ان الدخلات يمكن ان تكون برفع رايات، برفع شعارات، برفع اشياء من النوع هذه، وهذا لا يتطلب ان يكون الجميع مع بعض من بعض. اكيد انهم سيستنبطون مصاريفها تلائم مساله التباعد ومساله البروتوكول الصحي وضمان ان تكون هناك دخله. ولكن في كل الحالات اعتقد ان 5000 يعني في ملعب رادس هي يعني عدد قليل وقليل جدا حتى يكون هناك تاثير المعهود الذي تعودنا به من جمهور الترجي في رادس. ربما سيكون له تاثير معنوي على اللاعبين باعتبار انهم سيشعرون ان الجمهور بدا يعود، ولكن ففي كل جماهيري تعودنا عليه سابقا في ملعب في 60,000 متفرج سيكون هناك اختلاف كبير وكبير جدا. اكيد. اخر حاجه بالتاكيد هو خلاص خدت الموافقه الرسميه، لكن في انتظار اعتماد الاتحاد الافريقي لهذا القرار، ده هيبان خلال الساعات اللي جايه. الاتحاد الافريقي هي المساله داخليه هذه، باعتبار انه المؤتمر الوحيد على الوضع الصحي وتحديد يعني وتقييم الوضع الصحي في البلاد هي اللجنه العلميه المختصه. معناها الاتحاد الافريقي مانع اذا ما كانت الجهات الرسميه اكدت له ان هناك امكانيه احترام 5000 متفرج، يعني لا اعتقد ان الاتحاد الافريقي سيتدخل بنعم او لا في هذه المساله. المهم ان تحمل المسؤوليه سيكون لتونس، واذا كان هناك ضرر سيلحق جماهير الترجي ليس غيرهم. بالنسبه للاهلي المصري الذي سيصل بعد 4 ساعات بالسلامه ان شاء الله الى بلده تونس، يعني سيكون مؤمن على جميع المستويات من الناحيه الصحيه، من الناحيه الامنيه، من اجل ان يدخل الى بلاده سالما ويخرج منها سالما كالعاده وكما تعود. استاذ عبد الباقي مسعود بن مسعود الاعلامي التونسي، انا بشكرك شكرا جزيلا. بالتاكيد الاهلي هيكون في بلده الثاني تونس ومع الاشقاء في تونس، ونتمنى السلامه للجميع يا رب في هذه المباراه. هي في النهايه مباراه رياضيه، ونتمنى بالتاكيد كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه.